لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الشامل في فقه الخطيب والخطبة، نتناول اليوم مسألة من المسائل المتعلقة بذلك، وهذه المسألة هي حكم إيراد الأحاديث الضعيفة في الخطب، يعني حكم إيراد الأحاديث الضعيفة في خطب الجمعة. فهذه المسألة أذكر مجملها ثم نتعرض لها بالتفصيل. هذه المسألة في الجملة اختلف فيها العلماء، يعني هل يجوز للإنسان أنه يقول أحاديث ضعيفة عموما في خطبة الجمعة وفي غير خطبة الجمعة يستدل بها أم لا؟ فالعلماء على ثلاث يعني طوائف أو ثلاث أقوال: قول بالجواز مطلقا، قول بالمنع مطلقا، قول بالجواز بضوابط. هذه هي الأقوال الثلاثة التي نتعرض لها بالتفصيل وما هو الراجح منها. فقبل أن نتعرض لكل قول من الأقوال الثلاثة، هنذكر كلام ذكره الشيخ الشريم حفظه الله تعالى. قال: قبل الحديث عن كلام أهل العلم في هذه المسألة، إيراد يقول: أود إيراد كلام جميل للشيخ محمد رشيد رضا عن كثرة ترديد الأحاديث الضعيفة والموضوعة من قبل بعض الخطباء في عصره. فقد قال رحمه الله: إننا كثيرا ما نسمع من خطباء الجمعة الأحاديث الضعيفة والموضوعة والمحرفة، حتى صار يضيق صدري من دخول المسجد لصلاة الجمعة قبل الخطبة الأولى أو في أثنائها. فمن سمع الخطيب يعزو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا يعلم أنه موضوع يحار في أمره، لأنه إذا سكت على هذا المنكر يكون آثما، وإذا أنكر على الخطيب جهرا يخاف الفتنة على العامة. والواجب على مدير الأوقاف منع الخطباء من الخطابة بهذه الدواوين المشتملة على هذه الأحاديث، أو تخريج أحاديثها إذا كانت الخطب نفسها خالية من المنكرات والخرافات والأباطيل وما أكثر ذلك فيها. يعني جملة الكلام يعني أنه بيقول أنه في خطباء كثيرين اعتادوا على ذكر الأحاديث الضعيفة والموضوعة وكذا، والإنسان وهو يجلس في الخطبة يعني يكون في حيرة ماذا يقول في ذلك. أما في الحقيقة يعني عرض هذه المسألة بين العلماء، فيقول الشيخ الشريم: هذه المسألة تتردد كثيرا بين الخطباء ما بين مؤيد لها أو رافض، ولما لها من أهمية كبرى وحاجة ماسة إلى كشف الحديث عنها من منطلق علمي مؤصل، فإن أهل العلم اختلفوا في قبول الحديث الضعيف والاحتجاج به في الأحكام الشرعية وفضائل الأعمال على ثلاثة أقوال. القول الأول، إحنا نتعرض بقى باختصار كده ما استطعنا إلى ثلاثة أقوال العلماء في مسألة حكم إيراد الأحاديث الضعيفة في خطبة الجمعة. فالقول الأول: ذهب أصحابه إلى جواز الاحتجاج بالأحاديث الضعيفة مطلقا في الأحكام وفي الفضائل، قالوا يجوز الاحتجاج بها في الأحكام وفي الفضائل، غير أنهم اشترطوا لذلك شرطين: أحدهما أن يكون الضعف غير شديد. الحقيقة دي فائدة عظيمة جدا، ليست للخطباء فحسب بل لكل طلبة العلم في الحقيقة، أنه حكم إيراد الأحاديث الضعيفة عموما في الاحتجاج. نعم. فالفريق الأول قالوا بالجواز مطلقا ولكن بشرطين: الأول أن يكون الضعف غير شديد، كنش الضعف شديد. الثاني ألا يوجد في الباب غيره، وألا يوجد ما يعارضه، ما يكونش في الباب أحاديث صحيحة تغني. نعم. وهذا القول مروي عن الأئمة الأربعة وأبي داود السجستاني وغيرهم. القول الثاني:
ذهب أصحاب هذا القول إلى أن الحديث الضعيف لا يجوز الاحتجاج به مطلقا. يبقى القول الأول أنه يجوز مطلقا بالقيدين اللي ذكروه، اللي هو الأولاني أن لا يكون شديد الضعف، والثاني أنه ما يكونش فيه غيره موجود يغني عنه صحيح. قول الثاني قالوا لا يجوز الاحتجاج بالحديث الضعيف مطلقا، لا في الأحكام ولا في فضائل الأعمال، بخلاف الفريق الأول قالوا يجوز في الأحكام وفي فضائل الأعمال. هؤلاء قالوا لا في فضائل الأعمال ولا في الأحكام. وممن ذهب يعني إلى هذا القول يحيى بن معين والبخاري ومسلم، ويعني الحافظ أبو زكريا النيسابوري وأبو زرع الرازي وأبو حاتم الرازي وابن حبان والخطابي وابن حزم وابن العربي وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. وتعليل أصحاب هذا القول هو أن الحديث الضعيف إنما يفيد الظن المرجوح، والله عز وجل قد ذم الظن في أكثر من آية، كما أن في الأحاديث الصحيحة ما يغني المسلم عما سواها من الأحاديث الضعيفة. أصحاب هذا القول اللي هم منعوا منع مطلق قالوا الحديث الضعيف ده يعني يفيد ظن مرجوح، وإنه الظن مذموم في القرآن، وإنه هناك من الأحاديث الصحيحة ما يغني. أما القول الثالث، وهذا القول والله أعلم هو الذي نميل إليه، سلك أصحاب هذا القول مسلكا وسطا بين القولين، بين القول بالجواز مطلقا وبين القول بالمنع مطلقا، فقالوا نحن لا نحتج بالأحاديث الضعيفة في الأحكام. هذه أول شيء توسطوا فيه، قالوا لا في الأحكام احنا ما نحتجش بالأحاديث الضعيف. قالوا ولكننا نعمل بها في فضائل الأعمال وفي الترغيب والترهيب، يعني إن قالوا إن يعمل بها في فضائل الأعمال، أما الأحكام لا، فلا بد من دليل صحيح صريح. وقال بهذا القول جمهور العلماء من محدثين وفقهاء، كما ذكر ذلك النووي في كتابه الأربعين النووية، بل قد حكى الاتفاق على ذلك بين أهل العلم. النووي حكى الاتفاق إن كان يعني في نظر. ومن هؤلاء الذين قالوا بهذا القول سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك وعبد الرحمن بن مهدي وسفيان بن عيينة وأحمد بن حنبل وابن عبد البر والنووي وابن كثير وغيرهم. قال وقد اشترط أصحاب هذا القول شروطا للعمل بالحديث الضعيف عندهم، فجعلوا هذه الشروط ثلاثة، جعلوا هذه الشروط ثلاثة: واحد، أن يكون الضعف غير شديد فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب ومن فحش غلطه. والشرط الثاني قالوا أن يكون الحديث الضعيف مندرجا تحت أصل عام. دي قيود جميلة جدا في الحقيقة، إنه ما يكونش شديد الضعف ومعروف عن اللي يروون بالكذب ونحو ذلك. والقيد الثاني أن يكون الحديث الضعيف مندرجا تحت أصل عام، فيخرج ما يخترع بحيث لا يكون له أصل أصلا. يعني مثلا على سبيل المثال حديث مثلا إذا رأيتم رجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، هذا حديث ضعيف لكن له أصل، وهو قول الله عز وجل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، له أصل في الشرع يدل على معناه. نعم. الشرط الثالث قالوا ألا يعتقد عند العمل به ثبوته، لألا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله. يبقى وهو بيروي الحديث الضعيف لفضائل الأعمال يقول وقد روي مثلا ونحو ذلك، بحيث أنه لا ينسبه نسبة إثبات للنبي صلى الله عليه وسلم، صيغ التمريض بأي صورة بقى زي روية وغيره فيذكرها لبيان ذلك. وهذه الشروط يعني ورد يعني ذكرها في كلام أصحاب هذا المذهب، ونقل عنهم أيضا بعض أهل العلم هذه الشروط كالحافظ ابن حجر ويعني ابن عبد السلام وابن دقيق العيد وغيرهم. وهذا القول في الحقيقة الأخير هو الأرجح والله أعلم، وإن كان الشيخ الشرين يعني حفظه الله تعالى مال إلى القول الثاني وهو المنع مطلقا، ويعني
يعني نميل إلى القول الثالث وهو الجواز بالقيود السابقة. الجواز بالقيود السابقة ألا يكون شديد الضعف، أن يكون له أصل في يعني عام في أدلة الشرع، وكذلك عند يعني روايته لا يعتقد ثبوته للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه القيود في الحقيقة تضمن يعني ضبط الأمر، ولا سيما أن كثيرا من هذه الأحاديث فيها ما يعني يحقق معاني غير موجودة ربما في الأحاديث الضعيفة في فضائل باب فضائل الأعمال. ولذلك فالأقرب جواز ذلك للخطيب أن يقول هذه الأحاديث بهذه القيود، والله أعلم. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.